السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا الكرام، إخواننا أخواتنا، مرحبا بكم معنا في مطبخ العشاب. إن شاء الله مستمرين في الوجبات والوصفات العلاجية الطبيعية والتغذية الطبيعية بإذن الله عز وجل. اليوم إن شاء الله أعطيكم مخلل جديدا إن شاء الله. هذا المخلل هو البسباس والكرفس البلدي بإذن الله. قد يكون مخلل بالخل التفاح الطبيعي الجيد والمفيد بإذن الله. هذا البسباس هو اللي يعطينا زرعة البسباس الرقيق، الناس نقولوا له بالدرجة المغربية النافع البلدي الرقيق، هذا المفيد على الجهاز الهضمي وانتفاخ البطن والقولون العصبي، وجيد للغازات واللي كيعاني من سوء الهضم، كذلك مفيد هذا الزريعة ديالو. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على الجذر ديالو. هذا البسباس هذا له مزايا وفوائد وغني بالالياف ويساعد على الهضم ومقوي، يساعد بالنسبه للرجال والنساء اللي كيعانيوا من برود جنسي، وهذا مجرب باذن الله مقوي جنسي بالنسبه للمراه ولا للرجل. هذا البسباس باذن الله. هذا المخلل ان شاء الله نعطيكم ان شاء الله كيفاش انسان يدير المخلل بالبسباس. هذه الثقافه ديال المخللات باذن الله سترجع، والحيوه فيكم باذن الله، والتخزين الخضر الطريه تخزنها بالخل التفاح باذن الله عز وجل. كما قلت اخواني هو مضاد للاكسده، طارد للسموم من البدن، وغني بالمركبات الغذائيه المفيده للجسم. هذا البسباس باذن الله غني بفيتامين سي، وكتعرف تعرفوا فيتامين سي وهو معزز لجهاز المناعه للجسم، وغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وله فوائد كثيره لا تحصى ولا تعد باذن الله، وخاصه على المراه ستستعمله في التغذيه ديالها. المراه اللي كتعاني من برود جنسي راه مقوي لها وينشط لها باذن الله. المبيض وجيد باذن الله، كيدخل في وصفات علاجيه باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله غنمشيو لبا، تهدرت لكم ان شاء الله على بعض من الفوائد ديالو، غير البعض، فحتى ما نطولش عليكم. ان شاء الله الهدف ديالي هو انكم كيفاش تخزنوه، كيفاش ديروا فوقته، دابا كاين موجود، اذا ندير له مخلل ديالو باذن الله، ويحطوا ويدخلوا في النظام الغذائي ديالو الطبيعي باذن الله تعالى، وخاصه الناس اللي كيعانيوا من داء السكري. فهذا الخضر بهذه المخللات بهذه الطريقه راه مفيده لهم باذن الله، والناس اللي كيعانيوا بالضغط الدموي كذلك مفيد لهم، احسن من اللحوم المضره. ان شاء الله غنمشيو دابا لطريقه التحضير باذن الله، خليكم معنا وغنمشيو على طريقه التحضير. السلام عليكم. ان شاء الله غناخذوا المعلقة ديال الملح باذن الله، اربعة المعالق ديال الملح، ونديرهم ان شاء الله باش نخولهم الماء شويه دافي. ها هو الماء شويه دافي، بسم الله. وغادي نتركو تذوب الملحه، انا غسلتو ولكن غنعاودو نطهروه بالملحه، الماء والملح كنحيدو منو كاع التعفنات. راه غسلتو مزيان، وغادي نديرو ليه الملح بهاد الطريقة هادي. كذلك غنديرو بهاد الجدر ديالو، لأن سبحان الله رائحته زكية، سبحان الله العظيم. هاد البسباس
والكرافس انت شويه واحد تقريبا درهم كرافس بلديين، هما راسلتهم وغنعاودهم بالملحه وغنعاود نشلهم بالماء وغادي نمشيو ان شاء الله باش نخليهم. خليكم معنا السلام عليكم. ان شاء الله نمشي ان شاء الله دابا طريقه التحضير بسباس ديالنا بهذه الطريقه. باش كيدخل معاه المخلل الخل ما شاء الله رائحة زكية كتعطي منو. هكذا ملي كنوجد المخلل ديالنا ديك الساعه ما كنديروش الملح معاه، كيكون غير خل فقط. ملي كنبغيو نتناولوه الا بغينا نديرو شويه الملح كنديرو شويه الملح بحال شكل السلطه وكنتناولوه. راه هاد طريقه المخللات راه ما غتستغناوش عليها كل وجبه، ملي كيكون شي فصل وفيه البسباس مثلا او وقت اللفت او وقت مثلا الجزر كنديرو مخلل او الباربا. فهاد الثقافه تكون عندنا باش كنحافظو ناخذو قراعي وان شاء الله نديرو هاد المخلل يبقى عندنا كنحطوه في الوجبات مع السمك او مع اي وجبه غذائيه. وهاد الطريقه راه تحافظ على الصحه وعلى القوه هاد المناعه بهاد الطرق اللي كنوريكم ان شاء الله في القناه. راه استمروا واستعملوها وطبقوها ان شاء الله ما بين شهر شهرين غير تبدا تطبق هادشي ان شاء الله تحس تغير في الجسم ديالك. لان الناس اللي كيعانوا من داء السكري، اللي كيعانوا من الضغط الدموي او الدوره الدمويه او نقص او عندهم فقر الدم، يتبعوا هاد الطرق ان شاء الله اللي كنوريهم راه ممتازه ان شاء الله. غناخذ باش نبداو نحسوا علينا هنا، غادي نبداو ناخذوا ان شاء الله دابا غادي نديروا هنا. انا قرت واحد الحامضه ليمونه ليمونه ها هي قرتها هنايا طريفات صغيورين، غادي نفرشوها لتحت مع الكرافس نفرشوها لتحت هكذا. وكنبداو نديرو البسباس ديالنا نرد الاخر.
يعطوه واحد النكهة. ممتازة ما شاء الله، هاد العواد ديالو ممتازين ما شاء الله، حتى في الزريعة ديالو نفع البلدي اللي كناخدوه هنا عند العطار، ريحتو ما شاء الله ما كتطحنو، ممتاز ما شاء الله، راه مفيد شربا لانتفاخات البطن والغازات اللي كيعاني من تطبل البطن، راه مفيد. بارك الله ثلاثة هما كيعمرو قرعة كاملة ما شاء الله. 5 دراهم الكيلو باش خديتو، 5 دراهم ياخد الانسان انا بغا يدير، واخد 2 كيلو ولا 3 كيلو 15 درهم ما شاء الله. وهانت عندك مخلل مفيد للصحة، وسائل بسيطة ولكن مزاياها كبيرة على صحة الإنسان. ان شاء الله بسم الله ما درنا هذا، غادي نقسموا هاد العويدات هكا العواد ديالو، نشرحوهم شرائح، راه تيطلقوا واحد الدم لا ما شاء الله. وغادي نحاولوا نستفوهم، هاد الطريقة هادي ونكملو هذا بسم الله. ما شاء الله بعد ما استفناه ان شاء الله، دابا غنديروا الخل بسم الله. راه كما قلت لكم كنقول في هذا المخلل الخل التفاح، الا غلقناه القرعه غلقناها غلقا محكما، راه هذا الخل ما كينتهاش الصلاحيه ديالو، كل ما كيقدام كل ما كيزيد يتقوى الخل، ما كتنتهي الصلاحيه ديالو الخل، كل ما كيقدام تولي معتق تولي قوي. وان شاء الله ها هو المخلل ديال البسباس، دابا نديرو له البلاستيكه ديالو باش ما يخرجش، تبقى ما يخرجش روح الخل، لان يعني روح الخل طيار الا خلينا عريان كيمشي داك الحموضه ديالو داك الدوغري ديالو ديال الريحه النفاثه ديالو، لان هو نصوب الخل ديال التفاح وكنخليوه تقريبا 20 يوم 15 يوم 20 يوم. وهاهو ما شاء الله مخلل البسباس بإذن الله ان شاء الله. شوف ما شاء الله كي جا ان شاء الله، طبقوا هاد المخللات عندكم في البيت المنزل ديالكم ان شاء الله، وراه لهم فوائد كثيره على صحتكم ان شاء الله. ما تنساوش ان شاء الله
تبارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم باش يستافدوا زعما، وإن شاء الله مستمر معكم إن شاء الله بالفوائد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى في وصفة جديدة بإذن الله تعالى.